فحاولت انا الشغلات اللي بدها تنعدم اني انا اعمل منها اشياء نقدر نبيعها وتكون مصدر معيشه مثلا لبعض العوائل او الاسر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خالد عبد الكريم من بلده كله، بشتغل في اعاده تدوير النفايات. شغلتي معتمده على الاشياء المعدل التلف، طبعا من ورق وكرتون واعشاب، وفي اشياء بنجمعها من البراري طبعا مثل الصنوبر، الاشواك بنعمل منها ورد. طبعا انا هذا الموضوع لقيته انه في له هيك يعني قبول بين الناس، فحبيت اعمل دورات تعليم لطلاب المدارس ولمشاريع سبل العيش لخاصة الأرامل وأصحاب الدخل المعدوم. والحمد لله رب العالمين عم بلاقي نتيجة كتير كويسة، عم بشوف أنه من الناس اللي عم بعلمهم في منهم عم ينزل شغلهم على السوق، وعم بلاقي شغل بالسوق من أشياء اللي اشتغلوها هدول اللي أنا عم بعلمهم. أنا طبعا بتمنى أفتح مركز نظامي يكون عندي دعم معنوي ودعم مادي لهذا الموضوع، حتى أنا أقدر أفتح وفيد أكبر عدد من طبعا النساء. طلاب المدارس كمان بعمل لهم زيارات للمدارس. جيب الورد الثاني. هلأ الفكرة هي كانت أول شيء هواية، لكن بعدين الفكرة أنه إعادة تدوير النفايات نحن بحالة حرب، فحاولت أنا الشغلات اللي بدها تنعدم أني أنا أعمل منها أشياء نقدر نبيعها وتكون مصدر معيشة مثلا لبعض العوائل أو الأسر. ورق اي شيء.